حضراتكم عن الجيش الجرار اللي موجود وبيحضر لفعاليات الدورة الرابعة. في ناس كتيرة جدا 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 زي ما كنا بنتكلم عنها وشايفين مع بعض. الناس اللي بتستعد وبتحضر و انا مش عايز انا وشاذلي نتكلم كتير، خلينا نروح للناس اللي بتنظم، الناس اللي شايله الموضوع على كتفها من شهور وهينتهي العمل يعني مع اخر يوم ووصول اخر فرد من الحاضرين الى بلده. احنا معانا دلوقتي بيشرفنا بقى مش في الاستوديو، بيشرفنا هنا في مكاننا في شرم الشيخ الاستاذة مروة عبد الرحمن عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم. صباح الخير عليك. صباح النور. صباح الخير يا مروة. ازي حضرتك؟ كل منتدى وانت طيبة يا رب. كلنا احنا عرفنا منك ان انت معنية اكتر بالتحضير للجلسات الخاصة بالجانب الاجتماعي. قبل ما نتكلم عن ايه الشغل اللي هيحصل في هذه الجلسات وورش العمل، قوللنا ازاي اخترتوا المواضيع، كنتوا بتفكروا في ايه في اجتماعاتكم الاولى؟ كنا بنفكر بشكل اساسي يعني طبعا المين كور بتاع المنتدى على ما بعد الجائحه في كل المجالات، يعني في السلام والتنمية كمحور اجتماعي. بقى الكورونا أثرت في كل حاجة في كل مجالاتنا. في المحور الاجتماعي أساسا بقى اللي هو الصحة اللي هي كورونا بهدلتنا جدا يعني. فكنا عايزين نشوف مستقبل ما بعد الجائحة، الرعاية الصحية يبقى شكلها ازاي، هل احنا مستعدين للقاح تاني ولا لا، لوجود سوري لوباء تاني ولا لا، عندنا موفرين الأدوية واللقاحات ولا لا، ايه الطرق والآليات اللي احنا عملناها للاستعداد دوت، تجربة مصر في كورونا كانت عاملة ازاي وهل هي كانت ناجحة ولا لا، منظومة التأمين الصحي الشامل ودورها في دوت كان ايه. كل ده ناقشتوه في البداية. بس الاول كانت قبل ما نفكر في دوت كنا شفنا الاهتمامات العالمية الاول، الشباب العالم كله بنفكر بيه، يعني انا بحط يعني اهتماماتنا الدولية كانت ايه، مش على صعيد محلي بالعكس صعيد عالمي. ده كان اكتر حاجة نفكر فيها وعرض تجربتي كمان في نفس الإطار. بالضبط كده تمام. ده كان أول حاجة يعني في بداية اختيارنا للمواضيع يعني. عظيم. في تمام. مواضيع تانية اجتماعية كمان؟ طبعا. نحو عامل في الكواليس كمان يعني قبل ما ندخل بقى في الموضوعات كمان يا حسام طبعا نعرف منها الكواليس، خلينا أكتر عن التحضيرات والاجتماعات. احنا عندنا الأجندة، أنا عايزين نعرف اللي إيه صح اللي قبل الأجندة، قبل وضع الأجندة إيه اللي حصل. لا يعني احنا في التحضيرات بقالنا شهور بنحضر، قعدنا نعمل ميتنج كتير عشان نشوف ايه الاهتمامات، العالم كله رايح فين، بيفكر في ايه، ايه اكتر موضوع الناس مهتمه بيه، وقعدنا نعمل جلسات بقى وبرين ستورمنج كتير لحد ما وصلنا يعني ان هو دول اكتر حاجه ينفع ان احنا نتكلم بيهم، الناس مهتمه بيهم يعني على الصعيد العالمي. فاحنا اخترنا طبعا كان ما ينفعش يعني يبقى في مؤتمر شباب عالم والعالم كله بيعاني من جائحه وتداعيات على كل الاصعده وما جابش سيره الرعايه الصحيه. طيب احنا يعني خليني كده ابلور كلامك، احنا بنتكلم على عالم اصيب بوباء وبنشوف العالم ده من خلال منظور جديد في المنتدى في جميع مناحي الحياه. تمام. سياسيا اقتصاديا اجتماعيا صحيا ورياضيا وكل تمام. كل الجلسات مهمه بكل تاكيد. اكيد طبعا. بس كل حد كده فينا بيبقى ليه في وسط شغله كده، يعني لو مثلا سالتيني انا وشاذلي ايه اكتر حلقه حبيبها، ايه اكتر موضوع انت بتفضله، انت بتشجع النادي الفلاني بس بحب اللعيب الفلاني. اكيد اكيد ليكي حاجه انت شايفه ان هي لا انا دي مهتمه بيها وشايفه انها هتعمل صدى. بالنسبة لي أنا يعني كمحور اجتماعي ومن الرعاية الصحية وجلسة التداعيات النفسية والسلوكية ده توبك يعني أكتر حاجة كانت مؤثرة في الوباء. التداعيات النفسية والسلوكية لا على ما بعد الجائحة دي أكتر حاجة أنا مهتمة. أنت تخصصك إيه في الدراسة؟ صيدلة. طيب تمام. متخصصة في تخصص ده كلام المتخصصين. الدكتورة طيب اتفضلي احنا معاكي. كان اكتر حاجة عندنا لما حد كان بيتصاب بكورونا نقعد نقول له نفسيتك ولازم تحافظ على عادي يعني ان شاء الله كلنا هنبقى كويسين ودي حاجة هتعدي ولازم تبقى نفسيتك كويسة عشان الدنيا تبقى اسهل واحسن. وكمان في حاجات تانية بقى غير الجانب الصحي، عندنا السلوكيات نحنا تعملنا ازاي يعني نفسيتنا ودت سلوكياتنا في اي حته. عندنا برضو اثرت البطاله وقت الفراغ صحيح. عمل ايه في سلوكياتنا. شويه بقى في نمط جريمه عندنا مختلف. بقى في قسوه بقى في يعني
تأثيرات نفسية للجائحة بالضبط. كل دوت هنعمل ايه معايا ونقدر نتعامل معاه ازاي. تعرض له الناس نتيجة القعدة في البيت، الناس اللي فقدت شغلها طبعا، في تفاصيل كتيرة. ده من لي يعني الحاجات اكتر حاجة كنت مهتمة بيها. وفكرة بقى حاجة مهمة جدا يعني احنا حابين نناقشها، ان الصحة النفسية بلاد كتير في العالم ما بتغطيهاش في التأمين والرعاية الصحية الأولية. كلنا بنهتم من احنا لما بنتعب جسديا بنروح نكشف صحيح، بس لما بنتعب نفسيا لا، دي تكلفة وما ينفعش، وتكلفة عالية جدا، حكومات كتير ما بتقدرش على التكلفة دي. فمن منظور يعني شباب عالم مش مصريين بس، يعني بالناشط يعني احنا عندنا في جلسة او ورشة عمل هتناقش الموضوع ده، جلسة كاملة هنتكلم فيها، يعني هنناقش فيها كل المواضيع دي. طيب ده كويس جدا. احنا عندنا كنا بنتكلم ان احنا عندنا ورش عمل على مدار يومين، وعندنا جلسات على مدار 4 ايام، مش كده؟ طيب اهميه ورش العمل، يعني ورش العمل يعني هو بس بيبقى بنجيب شباب عالم من كذا دوله، بنقعدهم مع بعض من خلال اكتيفيتيز، بيناقشوا التوبيك، كل ورشه ليها توبيك متخصص فيها، تشوف بقى هم منظورهم ايه. يعني فكره بقى ان اختلاف الثقافات لما بتتجمع هيديني ادد فاليو عاليه جدا. يعني انا مش بفكر بقى من انا هنا في مصر، لا، في على دول العالم لما اتفقوا مع بعض وقعدوا مع بعض، انت بتحلم بايه وانا بحلم بايه، طب الحلم ازاي نكبره، فبنطلع منها التوصيات حلوه جدا بتفرق معانا بعد كده في الجلسات، يمكن تطبقها في اي دوله من الدول. بالظبط بالظبط، لان خلاصه التفكير وخلاصه ثقافات كل الشباب المشاركين من مختلف دول العالم. فكره منتدى شباب العالم قايمه على كده، دمج الثقافات. طيب قولي لي ازاي حضرتوا للناس اللي هيتكلموا في الجلسات، يعني اختيار الشخصيات السبيكرز، وازاي تم التنسيق معاهم، والناس اللي هتشارك مشاركه افتراضيه عن طريق الزوم او الانترنت، يعني عايزين نعرف برضو كواليس الاختيارات، ومش هقول لك تقول لنا اهم الاسامي، بس قول لنا ازاي حضرتوا الناس. يعني طبعا يعني كان اهم حاجه، يعني طالما هتكلم عن حاجات ومحتاجه قرارات لازم يبقى معايا صانع قرار، لازم يبقى معايا ناس مؤثرين عملوا حاجة في المجال اللي أنا بتكلم فيه. مزبوط. أشوف وجهة نظر شاب برضو، من يعني كذا شاب مش مصري بس، كذا شاب في كل سبيكر، السبيكر يتكلم يقول وجهة نظره، وأشوف الناس المؤثرة برضو هتمانج ده إزاي، وصانع القرار بقى يعني أنا حلمت إيه، هتوفره لي إزاي، هتقدر ولا لأ، هل أنا بحلم حلم بعيد ولا سهل يتحقق. لو قليل التطبيق بقى، يعني إحنا خلاص قعدنا وتكلمنا وعصارة أفكارنا وحطناها كلها مثلا في التوصيات، فبنشوف بقى وجود القادة وصناع القرار بالزبط. إمكانية التطبيق ده على الأرض بالظبط، ده كان أكتر حاجة بنفكر فيها وإحنا بنختار السبيكر، يعني إن هو دوت إن يبقى فيه فاريشن، صانع قرار مؤثر، عضو فعال، حد عمل حاجة بيعرضها قدامنا، وإحنا كشباب بقى إحنا عايزين نحلم بقى ونقول كل اللي نفسنا فيه حد يسمعنا. ما ده يعني إحنا شباب وعايزين قولي أنت بتحلمي بإيه؟ أنا؟ يعني أنت دلوقتي هنعتبرك مش حد موجود في اللجنة المنظمة، هنعتبرك وانت اكيد شابة مصرية الحمد لله، تحلمي بيه لمصر؟ تبقى لمصر ونفسك وكل حاجة. لمصر نفسي تبقى احسن حاجة في الدنيا، مصر فيها حاجات كتير حلوة قوي 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 قوي، بس احنا مش بنشوفها كويس. يعني محتاجين تتشاف بشكل احسن، عندنا قدرات حلوه جدا جدا جدا، عندنا حاجات كتير قوي حلوه، نفسي الدنيا تبقى احسن، نفسي ما يبقاش حد عنده مشاكل، نفسي الناس كلها تبقى مبسوطه. يا رب. يعني عندنا ناس كتير حلوه زيك يا مروه، يعني احنا بنتكلم في اللجنه التنظيميه انا وحسام كنا بنتكلم، لا مجهود كبير، مجهود جبار اتعمل، لا مجهود جبار صحيح. يعني تعب شهور ومجهود مبذول من كل الجهات صراحه، وكل الدعم في فخامه الرئيس ان احنا قولوا اللي عندكم واحنا نسمعكم، يعني احنا عايزين نبقى احسن بيكم دايما، فخامه الرئيس كان بياكد على كده. يعني اكيد. قولي لي انتوا بقالكم قد ايه بتحضروا؟ يعني حوالي 3 او 4 شهور على الاقل. مفيش نوم بقالهم 4 شهور. فاضل 4 ايام، 4 ايام بس يا مروه وترتاح، ربنا يعدي على خير يا رب ان شاء الله. طبعا 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 على خير. طيب احنا كنا برضو بنتكلم مع حسام في نظام الفقاعه، يعني احنا بنتكلم في اجراءات احترازيه مشدده في المنتدى، لو تكلمينا عنها. يعني دي كانت أصعب حاجة كانت بتواجهنا، إن إحنا إزاي هنعمل دوت ونرجع تاني بعد الجائحة والناس كلها خايفة، وإزاي الناس هتيجي وهو طب أنا لو حصل لي كوفيد، يعني دي حاجة مش بإيد أي حد طبعا. ما الوصمة اللي كانت حصلة بالزبط. أول يعني كام شهر
اظن انها مع الوقت خلاص اتغيرت يعني. تمام جاله كورونا انتقلنا من مرحله الوصمه او الاستجما الى مرحله الخوف على الحياه الى النهارده. طبعا ومع الوضع في الحسبان الناس اللي ممكن تكون رحلت عنا والناس اللي ممكن تكون تأثرت بشكل مباشر عن الكورونا، بس تاني وتالت الموضوع ده هممني بصراحة ويعني مضايقني. الناس اللي ما بتاخدش التطعيم، الناس اللي اخذت التطعيم حتى لو أصيبت بالكورونا فبتعدي عليها الحمد لله مرور الكرام، عليها وعلى اللي حواليها برضو، لأن لو احنا كلنا أخذنا التطعيم يعني دي حاجة مهمة جدا، يعني حافظ عليك وعليا وعلى عائلتنا وعلى أسرنا. ودكتورة يا جماعة، دكتورة صيدلانية يعني ما وكلنا هنعدي المرحلة دي وهنخلص. وعشان نحافظ عليك وعلى أسرتك وعلى جيرانك وعلى كل الناس، كان شرط من شروط الوجود في المنتدى ان يكون حاصل على الجرعتين. ده اساسي يعني، إيه ما كانش كمان ينفع اصلا ان هو يقدم يعني في مراحل التقديم لازم يكون مأكد ان هو واخد الجرعتين. اجراءات التباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازيه دي مشددين عليها جدا، تعقيم على طول على طول، الكمامه يبقى في سوشيال ديستانس لازم تبقى موجوده. يعني دي كان اكتر حاجه كان بالنسبه لنا تشالنج كبير جدا، والحمد لله يعني على مدار انعقاد ورش العمل كان باين قوي ان كان في مجهود مبذول جدا في موضوع الاجراءات الاحترازيه. عظيم جدا جدا. طيب مروة أو دكتورة مروة، احنا سعدنا جدا جدا بلقائك، بس في النهاية دايما نحب نسيب كلمة، يعني عندك حاجة حابة تقوليها لشباب مصر؟ كلمة وجهيها لشباب مصر. شباب مصر، عايزة أقول له ما تستقلش بنفسك، عايزة أقول له اسعى، النتيجة على ربنا، اعمل كل اللي عندك، ما تسيبش نفسك للظروف، ومفيش حاجة اسمها ظروف، احنا اقوى من كل حاجة. انت مجرد ما حطيت لنفسك هدف اتعب عشانه واكيد هتوصل اكتر بكتير ما انت تمنيت. ان شاء الله. دكتورة مروة عبد الرحمن عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا في صباح الخير. ميرسي جدا، نورتينا دكتورة. وده كان نموذج يا جماعة، نموذج من الناس القائمين على التنظيم. شفنا مجهود بتتكلم في 3-4 شهور عشان يخرج المنتدى بهذا الشكل، مجهود جبار الحقيقي على كافة النواحي، على اختيار المتحدثين، على اختيار المشاركين، لأنه كان في معايير على أساسها بيتم اختيار المشاركين في هذا المنتدى. لما نيجي نتكلم ونقول إن في نص مليون أو ما يزيد عن نص مليون واحد قدم، فالحاضر فقط 2000، ففي معايير إن يكون من النماذج الملهمة، إن يكون من المؤثرين، إن يكون عنده تجارب سابقة حسام يشارك بيها عشان يفيد الناس اللي موجودة، وده أهم حاجة. يعني الاختيارات ما بتحصلش يعني اعذروني في الكلمه اعتباطا كده، يعني مش اي حد هيجي هنقول له تعالى اطلع اتكلم، لا، في فريق عمل بيشتغل بقاله 4 شهور زي ما حضراتكم سمعتوا، بيحضر وبيذاكر وبيشوف بروفايلات الناس، الناس دي متخصصه في ايه، عملت ايه، حققت ايه. الشباب اللي جاي زي ما كنا بنقول في بدايه الحلقه، في اكتر من نص مليون ابلكيشن اتقدمت على الويب سايت من ساعه فتح باب التسجيل، تم اختيار عدد قليل جدا منهم بسبب كورونا. احنا بنتكلم في 2000 شخص هيحضر. صحيح. ليه اخترنا 2000؟ في اليات للاختيار، لان في الاخر هو مش منتدى او مؤتمر الناس بتتجمع فيه، في مش جاي تفسح بالظبط، في صالات مغلقه ناس تقول الكلمتين وتنام، تصحى الصبح تقول كلمتين تانيين، لا، في فعلا حاجات وتوصيات، والقياده السياسيه في مصر بتستخدم هذه التوصيات في مؤتمرات دوليه وعالميه، في وجود حقيقي للمؤتمر او المنتدى على خريطه المؤتمرات الدوليه، وده دور سياسي فاعل، وأكيد هنتكلم في هذه النقطة كثيرا وكثيرا بكل تأكيد. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا.